عليكم، انا محمد حامد، بروجكت مانجمنت تيم ليدر في علشانك يا بلدي. اول ما فكرت اقدم بروجكت مانجمنت في اول السنه كانتش حاجه سهله، لانه كان اول سنه يبقى في تيم مسؤول عن الايفنتس والبروجكت بتاع علشانك يا بلدي، وكان صعب شويه ان انا اتصور التيم ده بيشتغل ازاي او طريقه شغله هتبقى عامله ازاي. بس الحمد لله، كان عشان التيم ده ينجح كان لازم يبقى في حاجه مهمه قوي، كان لازم يبقى في ممبرز جامدين جدا. الحمد لله الممبرز دول فعلا كانوا موجودين. عايز اقول لهم شكرا يا جماعه، جزاكم الله خيرا، يا بروجكت مانجمنت ويا تيم الريكروتمنت على كل اللي عملناه في الايفنت ده وكل اللي تعبنا فيه عشان يطلع ايفنت كويس. وان شاء الله عايز اقول لهم ده اول ايفنت لينا، والايفنت الجايه تبقى احلى بكتير. PR stands for external public relations. فما باختصار حلقة الوسط ما بين علشانك يا بلدي وما بين الكوميونتي اللي ورا الكلية أو ورا هندسة عين شمس، من طلبة ومن مسؤولين ومن جهات حكومية وكليات وتفر يعني. تمام، حابب أقول حاجة بس للممبرز بتوع EPR، هم عددهم 10. أقول لهم يعني أنتوا يعني ما شاء الله تخطيتوا توقعاتنا كلنا في أول إيفنت بالنسبة لكم. الأوتفيت بتاعكم نزلتوا في فنون تطبيقية وفنون جميلة وسياسة واقتصاد وبنوك والميديا والحاجات اللي ظهرنا فيها في الفترة دي زي جنون الأهرام وعين وغيرها من الحاجات. بصراحة يعني أنا وغيري وعبد الهادي شخصيا تخطيتوا التوقعات اللي احنا كنا متوقعينها ليكم في أول إيفنت. انا عمر البنهاوي، فند ريزنج هيد على شركة بلدي. احنا في فند ريزنج مهتمين قوي ان احنا سبريد الفيجن بتاعتنا بين الشركات المهتمه بالديفلوبمنت والكوميونتي سيرفيس، وبنحاول نقنعهم ان هم يبقوا سبونسرز لينا سواء بفند او تريننجز او اي ريسورسز احنا بنبقى محتاجينها، وفي مقابل ده بنديهم بنفيتس معينه جوه الكليه وبره الكليه. احب اقول كلمه لممبرز فند ريزنج على شركة بلدي، الناس مستنيين منكم كتير قوي جوه على شركة بلدي وبره، وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. السلام عليكم، انا احمد اسامه، هيد ريسبشن ولوجيستكس في علشانك يا بلدي. ريسبشن احنا المسؤولين ان احنا بنعمل ديزاين بوسس، احنا المسؤولين ان احنا بنعمل ديكوريشنز، احنا كمان مسؤولين ان احنا لو في كافي بريك او حاجه زي كده احنا بننظمها علشانك يا بلدي. غير كده شغل اللوجيستكس بقى احنا مسؤولين ان احنا بنتعامل مع السوق، ان احنا بننزل نشوف الاسعار ونشتري حاجات اللي احنا عايزينها باسعار مناسبه لينا. غير كده احنا مسؤولين لو في حاجه بتطبع او حاجه زي كده احنا بنحضر البعض، والممبرز اللي معايا يعني ان بقى تعبوا قوي فاتت معايا، بجد الشغل من غيرهم ما كانش هيحصل، ويا رب يكونوا فعلا مبسوطين معايا وان شاء الله تبقى سنه كويسه علينا كلنا ان شاء الله. انا ايه سمير، اي بي ار هيد. اي بي ار بيعملوا ايه؟ اي بي ار مسؤولين ان هم يكلموا الناس في البوزيس، مسؤولين عن ان هم يعملوا البابليست بتاعت علشانك يا بلدي جوه الكليه، مسؤولين ان هم يعملوا التصريح بتاعت علشانك يا بلدي. تمام. طيب اي بي ار تيم، عايزه اقول لكم على حاجه، بجد انتوا اجمل تيم انا اتعاملت معاه وعشت معاه. عاش اي بي ار. علاء صلاح، اتش ار هيد علشانك يا بلدي. احنا في علشانك يا بلدي زي ما بنهتم بالتنميه الخارجيه لاهالي عزيزه تاب ار، احنا بنهتم بالتنميه الداخليه لممبرز علشانك يا بلدي عن طريق التريننج وعن طريق ان احنا نعمل لهم ايفالويشن لشغلهم ودوكيومنتيشن لكل حاجه بتحصل. احنا مش بس بنهتم بالجانب المادي، احنا بنهتم بالجانب المعنوي للممبرز عن طريق ان احنا بنعمل لهم سبورت ونوفر لهم البيئه المناسبه لشغلهم. اقول لكل ممبر في الاتش ار، انتوا كنتوا سبب في نجاح الفتره اللي فاتت وكنتوا سبب في اسعاد الناس اللي حواليكوا، حافظتوا على النجاح ده، هو الميشن بتاعتنا الفتره اللي جايه. بنعمل ديزاين او تصميم اي حاجه بتطلع في علشانك يا بلدي، الحاجه دي ممكن تكون بانرز، ممكن تكون شوز، ممكن تكون فلايرز او اي حاجه ثانيه ممكن ان احنا نطبعها. بابليكيشنز هم مسؤولين عن الديزاين بتاع الحاجات دي. ممبرز بابليكيشن احب اقول لهم يعني بجد بشكرهم على الفتره اللي فاتت دي كلها، تعبوا معايا جدا كل واحد فيهم تعب معايا وكذا في الجروب خرافي، لدرجه ان الناس كلها اللي هي كلها معجبه بشغلهم جدا، حتى الاكتيفيتيز الثانيه كلها معجبه بشغلهم جدا، لدرجه ان هم مؤمنين بالقضيه بتاعتهم ومؤمنين ان هم دخلوا فيها علشان الكبلدي، مؤمنين ان هم عايزين يدخلوا اكبر عدد من الناس علشان الكبلدي، علشان في الاخر ده كله في ميزان حسناتهم جميعا ان شاء الله.
RTN ميديا دوكيومنتيشن لكل ايفنت عشان الكبلدي، ويب سايت، فيديوز، تصوير، فيسبوك ايفنت واعلانات. عملنا شغل كتير قوي في وقت قليل جدا. احمد سامي، احمد خليل، عمر علاء، كريم، ماجد، جمال، محمد علوان، زينب وشيماء. شكرا بجد.